قاعد البلد نبي شركة تفرز المفايات، بس عندنا مصلحة المفايات. إذا هاي الحالة شو نسوي هاي البلد؟ يساعد ثقافة المجتمع إن يتطور ولا يصير ابتكاري؟ ابتكاري. ابتكاري. وإحنا كنا كملهمين نبي نحول مجتمعاتنا هاي هدف. هدف الأساسي مشاريعنا كلها الأساسية يا معلم. مش نسوي نحول مجتمعاتنا من مجتمعات ابتكارية أوكي إلى مجتمعات شنو؟ هي عندها استقلالية وعندها شنو؟ نظرة كبيرة في دورها في المجتمع. فأنا أقول أقللها عشان تتحول مشروع اليوم لازم يكون شنو؟ شبه ابتكارية صح؟ وبعدين شبه مستقلة صح؟ وبعدين يصير شنو؟ عندها استقلالية ثانية عشان تتحول لهذا الشيء إن المشروع الأولي لازم يكون هنا أوكي؟ طالب؟ فإذا إحنا هاي قضية كبيرة لحظة ترى قضية تخاطر مو سهلة. أقول والله هاي مشروع قصير لكن أشوفه لما ندخل في تفاصيله فحتى الوزن اللي نأخذ الأوزان